السلام عليكم شباب، شوكم ان شاء الله بخير. طبعا بيدي اجهزة ايفون 11 برو، عبرنا حاجز النسخة الامريكية والشرق الاوسط والياباني، كلهم كان اجهزة جديدة. طبعا بالجديد الاجهزة اليابانية قام يروح منها مال الصوت. اما الان اذا نحكي حاليا عندنا ثلاثة اجهزة امريكية، لكن تجي على واحد مننا مبدل واحد ما بدل بشيء. الشيء اللي اوصل لكم انه دائما واحد من يسمع جهاز امريكي باله راح يبتعد عنهم، لكن هو بالواقع احسن لك. شلون؟ ان هذا راح يكون ارخص، بس شنو تكون تعرف شلون تشتري. هذا هنا الابيض ما مبدل بيه اي شيء، كله بلادي. هذا امريكي مبدل بقطع، طبعا هذا مبدل شاشته، مبدل شاشه ومبدل الظهر، ما الظهر ما اكيد مبدل. اللي حتى مال الكاميرا بعد الفرق بينات، الفرق كلش واضح بمال الكاميرات. تحس ان انا الحز الاسود مبين عن هنا، انا ما مبين، كلها صار اسود الكاميرا، انا تحس كفت حز بيهن. وحتى انا الشاشه تباع شاشه، ما اعرف كيف فرق يصير هنا، ما اعرف شلون اوصف لكم، لكن كيف فرق. فالفكره انت من تشتري اذا حصلت جهاز ما مفتوح او ما مصلح، او حتى مرات يجي المفتوحات بس ما مبدل به شيء، ما مصلح به شيء، اخذهم. بس اكيد هذا ما راح تكون به خاصيه العزل مال المي، ما راح تكون به. هذا السلع هنا ما مفتوح وبيه خاصيه عزل المي، يعني جهاز كلش حلو، قطعه كلش حلوه. في حين هذا ما نفس الشيء، بس هذا انه مبدل بقطعه انا ما ارغبه. الناس تشتري كل شيء تشتري، والامريكي هو من الشركات تقول ان هذا الجهاز امريكي، محتمل نبدل بقطعه، محتمل ما نبدل بقطعه، نعطيك احنا ضمان انه يشتغل مده الشهر. بس اكيد يبقى الشيء اللي يدعك تشتري انه سعره راح يكون رخيص. هسه عندنا هذا هنا، لاحظوا هنا النوتش شلون صاير كبير، هذا الخط الاسود صاير حجمه كلش كبير مقارنه بالوضع الطبيعي. في حين شوفوا هسه هذا هنا شلون الخط صاير اقل، يعني ما راح تكون واضحه كلش، بس هو اكو فرق يعني بين الاثنين. كذلك هذا الخط الاسود جو، شوف قد نازل، شوف هنا شلون صاعد الخط، يعني ما راح تبين هنا بسهوله. وحتى هذا صديقي هنا بالمحل من اشترى ما منتبه عليه، بعدين يلا انتبه عليها من نبهت عليهم. رغم انه يعني ما بيفيد مشكله الجهاز، استعملته استعمال طبيعي ما بيه اي مشكله، بس هنا الفرق يكون. وطبعا اكو بعد تجي اجهزه اكتف، الاكتف راح تكون رديئه اكثر، قلت لكم بها قبل. ف لازم واحد من يشتري يدير باله، واكيد هذا الحكي راح يكون من انت ميزانيتك قليله، او مثلا ما تريد تصرف مبلغ كبير، او تريد جهاز مستعمل، فعندك لان الخيار الاجهزه الامريكيه. لان الاجهزه الثلاثين ما بين فد مشكله، بس يبقى الاكتف تجي بمشاكل، وهم مات يعني مو كل الاكتف بمشاكل، انواع منه حسب انت القطعه اللي راح تجيك شنو اللي مبدل بيها. وبعد مرات صح واحد يبقى عنده يشتغل سنوات، ومرات صح واحد يعني من اول شهر راح تبدا عنده العطلات. ففرصه سعيده في امان الله. فرصه سعيده شنو؟